ادي عصير الشمندر عشان ما حدش يقول ايه ده ابو زياد بيعمل بس وصفات كده وخلاص. انا بستخدمه عامة، انا كل يوم تشرب منه كوباية كده على الصبح على الريق، ان شاء الله مفيد جدا زي ما قلت لكم في علاج الكبد الدهني وفي علاج انخفاض ضغط الدم اللي عنده ضغط الدم مرتفع. جربه كده هوت ان شاء الله مع الطبيب، لو حتى انت بتاخد علاج ضغط او كده تابع مع الطبيب وشوف الكلام ده هوت. لو الوصفة دي ناجحة معاك شوفها واستغنى عن الأدوية اللي بتتعب الجسم. ادي عصير الشمندر، نقول بسم الله بسم الله الشافي بسم الله الرحمن الرحيم. وادي عصير، شايفين اللون عامل ازاي، اللون احمر ازاي. بسم الله الشافي، ربنا يشفي كل مريض ان شاء الله رب العالمين. واديك شفتم، يلا خليكم معانا وتابعوا وصفاتنا ان شاء الله رب العالمين، هتستفاد باذن الله رب العالمين بفضل الله وان شاء الله وبتوكالك على الله سبحانه وتعالى، واذا مرضت فهو يشفي. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع وصفة جديدة من وصفاتنا ان شاء الله، اللي هي هتكون على القناة بتاعتنا ان شاء الله رب العالمين، هيكون فيها وصفات طبية بإذن الله رب العالمين بفضل ربنا ان شاء الله، هتكون نافعة لكل الإخوة وكل الأخوات. بس احنا ناخده بيها وصفات بسيطة وغير مكلفة ان شاء الله رب العالمين. النهاردة مع نبات جديد من الثمار اللي احنا بنستخرج منها السكر. احنا عندنا في مصر عندنا بيستخرج منها السكر، عندنا منه اللون الابيض وفي اللون الاحمر. احنا بنستخرج السكر من اللون الابيض. النهاردة مع البنجر او الشمندر زي ما بيتقال في بعض الدول العربية. النهاردة الوصفة ان شاء الله عشان ما اطولش على حضراتكم، لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفقر الدم او الانيميا. طبعا هو ليه هو بيخفض ضغط الدم؟ لانه هو مليء بعنصر البوتاسيوم. عنصر البوتاسيوم ويعتبر مقوي جدا للدم، وكمان بأكسيد النيتريك، أكسيد النيتريك NO3، ولونه الداكن أكيد ليه فايدة مهمة جدا، اللي هو بيكون مقوي جدا للدم والهيموجلوبين ولإنتاج الدم والصفائح الدموية. كمان بيسرع من وصول المغذيات والأكسجين إلى العضو المصاب. عندك عضو فيه التهابات، عضو تعبان، الشمندر او البنجر لاحتوائه على البوتاسيوم محتوى على اكسيد النيتريك بيسرع من وصول المغذيات والاكسجين الى العضو المصاب. واي خليه في الجسم، طبعا احنا عارفين قبل كده ان اي خليه في الجسم تحتاج الى المغذيات وتحتاج الى الاكسجين عشان تعرف تشتغل وتعرف تقوم بالوظيفه بتاعتها، فهو فعال في ذلك بسرعه قصوى. فعال جدا في انخفاض ضغط الدم لاحتواء بكثرة زي ما قلنا على البوتاسيوم. ولكن لو تناولنا عصير البنجر كما هو بيؤدي الى اضطراب بسرعة في الدم، قلنا اللي هو ليه سرعة قصوى في وصول المغذيات ووصول الاكسجين الى خلايا الجسم. وانا هوريكم ان شاء الله في تحضيره ازاي تعمله عصير، ازاي تستخدمه مثلا مع السلطة في أكلك أو كده. طب إحنا إن شاء الله رب العالمين عشان نستخدمه بالطريقة المثلى هنروح إن شاء الله مع بعض وهنعرف إزاي. هنعرف بقى البنجر في انخفاض ضغط الدم وفي فقر الدم مش هتعمله لوحده، هتحتاج معاه الليمون، لأن الليمون بيعزز فاعلية الشمندر أو البنجر، لأن السائل بتاع لما تيجي تعمله عصير بتاع الشمندر هتلاقيه تقيل، فلما بتحط له بتضيف له الليمون محفز كبير ليه. كمان الشمندر اخر حاجه بيعتبر موسي به للكبد الدهني او المتليف، اللي هو بيكون فيه فيروسات او غير ذلك. لو انت حطيت عصير التفاح، يعني لو عندك تفاح وعملته عصير برضه بجانب الليمون وبجانب الشمندر، مفيد جدا
للكبد الدهني، وبيسيح الدهون اللي موجودة على الكبد. ولو الكبد متليف أو ملتهب بيساعده كتير كتير كتير. كمان مفيد في حالات الإمساك اللي عنده إمساك مزمن وكده، يستخدم عصير الشمندر. إن شاء الله نروح مع بعض ونعرف الطريقة إزاي. خليكم معانا، يلا بينا نروح نعرف الطريقة بتاعت الشمندر بيتعمل وبتستخدمه إزاي. يلا بينا نستكمل مع بعض بقى ان شاء الله. نبات الشمندر او نبات البنجر، زي في الدول العربية بنقول البنجر، احنا عندنا هنا هوت في منه اللي هو الاحمر ده هوت، وفي منه الابيض. البنجر ده بنستخرج منه طبعا السكر وكده زي احنا ما اتكلمنا. هو ده نبات البنجر بالصورة ده هوت، في بلاد بيسمى فيها الشمندر. طيب دلوقتي اللي هوريكم اللون بتاعه، لو احنا قطعناه، لو احنا قطعنا البنجر او الشمندر ده من الداخل، بصوا ما شاء الله ما شاء الله على صورته، ما شاء الله على الشمندر. بصوا يا جماعة، ادي الشمندر او البنجر، شوف من الداخل عامل ازاي، لونه عامل ازاي. سبحان الخالق سبحان الخالق. وشوفوا اللون الأحمر بتاعه الداكن، ليه مدلولات، أكيد مدلولات كتيرة. ده هو البنجر أو الشمندر، طبعا دي حباية واحدة منه. فطبعا الطريقة المثلى اللي احنا عشان نستخدمه صح، اللي انت بتجيب البنجر ده هو انت ممكن تستخدمه كعصير، يقدر يشربه عصير، وممكن تستخدمه مع السلطة. عصير اللي انت بتقطع، بنقطع الشمندر مكعبات او قطع صغيرة تمام، او البنجر، وبنحطه في اناء ونحط عليه كوباية مية، وبنسيبه على النار حوالي نص ساعة لحد ما يستوي كده هوت تمام. وبعد ما يستوي ممكن تاخده تحطه في الخلاط وبتعمله عصير. ممكن تضيف ليه بعض الاضافات، ممكن تحط له، عايز تحط له معلقه عسل نحل، عايز تحط له ليمون، عايز تحط له ليمون برضو ماشي. طب ليه الليمون؟ اللي انا اتكلمت على الليمون، الليمون بيعزز فاعليه البنجر. لما بنعمل البنجر او الشمندر، البنجر او الشمندر لما تعمله عصير بتلاقيه تقيل، تقيل القوام. طيب تقيل القوام ده هو انت بتشربه بيدخل على الدم، برضو بيبقى الهضم بتاعه صعب شوية. الليمون لما تحط له عصير الليمون او عصير التفاح، لو حطيت عصير تفاح مثلا وحطيت معاه عصير ليمون، بيعزز فاعلية الشمندر او البنجر، وبيخليه ليه فاعلية قصوى، وبيخففه، بيخفف السائل ده هو، وما بيبقاش بيبقى للدم، بيعزز الفاعلية بتاعته. يبقى احنا عرفنا دلوقتي لو هو استخدمناه عصير نستخدمه ازاي، بسيط وخلاص. بعد ما بتعمله بتعصره بتصفيه تمام. عايزين اوريه لكم، ممكن اوريه لكم برضو على الطبيعة، خليكم معايا. زي ما احنا شايفين اهو قدام حضراتكم، اهو شايفين ادي الشمندر اهو، بعد ما قطعناه بتقطعه مكعبات كده اهوت، وبتحطه على النار مدة نص ساعة في اناء ومعاه كوباية مية، بيغلي مع بعض وبيستوي عشان يبقى سهل فيه لما تعمله في الخلاط. وبتجيب الليمون 3 4 ليمونات على ثمرة واحدة، 3 4 ليمونات على ثمرة واحدة من البنجر اللي احنا عرفناها دهيت، ثمرة متوسطة، عشان الليمون بيعزز الفاعلية بتاعت البنجر. شايفين اللون بتاعه، هنوريكم اللون بتاعه في ايدي عامل ازاي. شايفين سبحان الله سبحان الله على اللون بتاعه. طبعا ده بيوريكم ان اللون ده هو اكيد ليه فايدة تانية، غير ان هو بيقلل الضغط العالي، كمان بيساعد في الانيميا، لان ليه فاعلية كبرى في حديد. الشمندر يحتوي على البوتاسيوم بكميات كبيرة، يحتوي على الحديد بكميات كبيرة، فهو فعال جدا في انخفاض الضغط، وفعال جدا في
التخلص من الانيميا، انيميا الحديد. نروح كده نوريه لكم في الخلاط بتعمل ازاي بسرعه، مش هطول عليكم. الطريقه سهله جدا، جبنا الشمندر اهوت، حطيناه بعد ما اتسلق حطيناه في الخلاط، ماشي، في شفشق الخلاط اهوت، وهنحط عليه عصير الليمون اللي احنا حضرناه. حط عليه عصير الليمون، تمام، وكوباية مية، كوباية مية، وبنضرب الكلام ده هو في الخلاط، ونرجع لكم نوريكم القوام بتاعه. وبعد ما ضربناه في الخلاط، بصوا يا جماعة بقى شكله عامل ازاي، عامل زي عصير الرمان بالظبط. بعد ما ضربناه في الخلاط بقى سائل اهوت، انت بقى اللي بتصفيه، او انت بتصفيه، بعد ما بتصفيه بتشربيه او بتشربه على الريق قبل الاكل يعني بساعتين ولا حاجة على الريق دهوت، عشان دهوت محفز كبير قوي للدورة الدموية. الشمندر دهوت ليه يعني بيعزز ويقوي الدورة الدموية، وبالتالي هو فيه البوتاسيوم بيخفض ضغط الدم، كمان بيقوي اللي عنده انيميا او حاجة. فيعني عصير ما شاء الله عليه هو الجميل. طيب في انسان ما هوش عايزه عصير، ممكن نستخدمه برضو على فترات على السلطة زي ما قلت لحضراتكم، ونوريكم ازاي برضو ده دلوقتي. ولو انت او انت عايزة مش عايزينه عصير، في ناس ما بتحبوش عصير مثلا، بتبشره بالشكل ده هوت، بتبشره بالمبشرة بالشكل ده هوت على السلطة، بتحط على السلطة بقى طبعا دي نص حباية اهي قدامكم، شوف عاملة قد ايه، نص حباية مثلا على طماطمتين، على خيارايه، على جزرايه، على فلفل، على كل الخضروات اللي عندك يعني. يفضل اهوت لو انت كده اهوت تستخدمه على السلطة بالشكل ده هوت. وممكن تضيف عليه زي ما قلنا عصير الليمون، عصير الليمون، وتضيف خل تفاح، يعني معلقة خل تفاح ونص ليمونة على السلطة اللي انت بتعملها، بيدي مذاق جميل جدا. وغير كده هوت بيدي برضو، بيعزز نفس الفاعلية بتاعة العصير لو انت مش عايزه عصير، لكن هو عصير بيبقى اسرع شوية، وملهوش اي اعراض جانبية طالما انت حطيت عليه الليمون، لان هو فيه اوكزالات، كترته بتعمل اوكزالات، هو ده العرض الجانبي الوحيد ليه. فانت لما بتحط الليمون بيخفف من الاوكزالات دهيت. وطبعا كل حاجة بتبقى في المتوسط، يعني ولا تكتر منها ولا تقلل منها، تمام. شفنا العصير وشفنا البشر بتاعه اهوت، ده بالنسبة ل عشان الضغط المرتفع، ضغط الدم المرتفع، وعشان الانيميا. بالوصفة ديت دي الضغط المرتفع والانيميا، تواظب عليها ان شاء الله لمدة يعني من اسبوعين لثلاثة، ان شاء الله تلاقي نفسك معدل الضغط لما تقيسه هتلاقيه نزل معاك ان شاء الله، وهتلاقي الحيوية بتاعتك والنضارة بتاعت الوش كده اتغيرت خالص. الشمندر نبات عجيب سبحان الله رب العالمين. احنا رايحين الأدوية ورايحين كده، وعندنا الوصفات الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا. طبعا ان شاء الله هنروح بعد كده لوصفة تانية، وانتظرونا في وصفات اكتر واكتر واكتر. خليكم معنا.